هذا الحديث الشريف حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فيه خبر بعث معاذ إلى اليمن. قال رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا، وهو معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل من الصحابة الكرام الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قديما في العقبة قبل هجرته، ثم إنه رضي الله تعالى عنه تلقى من العلوم والمعارف ما ميزه الله تعالى به عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطل به عمر رضي الله تعالى عنه، فقد مات قبل 40، لكنه كان على علم راسخ ويقين ثابت وفضل مميز يكفيه شرفا وفضلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك، يا معاذ، يا معاذ إني أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي يوم القيامة متقدم على العلماء برتوة، أي بمنزلة ومكانة، وذلك لعظيم ما ميزه الله تعالى به من المعارف والعلوم، وما ميزه الله تعالى به من البصيرة التي تقدم بها على غيره رضي الله تعالى عنه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهو في قريب من 28 رضي الله تعالى عنه، بعثه إلى اليمن داعيا إلى الله، وقد بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل عليه، البيئة التي سيعمل فيها بالدعوة إلى الله، وما الذي يسير عليه من السبيل والمنهج في الدعوة إلى الله عز وجل. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى بالاتفاق، إذا أطلق أهل الكتاب فالمقصود به اليهود والنصارى، والكتاب هنا ما كان في أيديهم من بقية ما جاءت به الرسل، ما جاء به موسى عليه السلام عند اليهود، وما جاء به عيسى عليه السلام عند النصارى. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أول ما تبتدئ في دعوتهم، وأول ما تهتم وتعتني به في خطابهم وهدايتهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يأتوا بهذه الشهادة. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي بعض الروايات لم تذكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة، ولم تذكر الشهادة له، لكنها تابعة لشهادة أن لا إله إلا الله. فلا يقبل من أحد شهادة التوحيد إلا إذا أقر برسالة الذي دعا إلى التوحيد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في رواية بيان ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الذي جاء في بعض الروايات أنه قال فيه: إلى أن يوحد الله، وهذا من الرواية بالمعنى، لأن توحيد الله قائم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك هو مما تنوعت فيه العبارات ونقل بالمعنى، لكن أصح هذه الروايات وأثبتها الرواية التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. إذا لم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه وأمره لمعاذ بالدعوة بأي أمر سوى التوحيد، وذلك أنه القاعدة والأصل الذي تبنى عليه كل الأعمال، فكل أعمال الخلق، كل عباداتهم، كل طاعاتهم في السر والعلن في حق الله وفي حق الخلق، إذا لم تقم على هذا الأصل فهي كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تدرون ما هو الهباء؟ الهباء هو هذا المتطاير في أشعة الشمس أو في الضوء، إذا دخل إلى مكان مظلم ترى في مسار الضوء شوائب طائرة لا يمكن أن تمسك بها ولا يمكن أن تنتفع منها بشيء، هذا هو الهباء الذي قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
فجعلناه هباء منثورا. والمقصود بالعمل هنا العمل الذي يرجى نفعه في الآخرة، لكن لما كان هذا العمل غير قائم على الأصل الذي يقبل به كل عمل وهو التوحيد كان لا نفع فيه في الآخرة، وهو حابط لا يدرك منه الإنسان نفعا، إذ إن أول المأمورات ورأس الإسلام أن يشهد الإنسان بأنه لا إله إلا الله بقلبه اعتقادا ويقينا، ويظهر ذلك بقوله بيانا وإعلانا، فإن بذلك يتحقق للإنسان الإسلام الذي به النجاة. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعرف أن أصل الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل، مكث في مكة 13 سنة وهو يدعو الناس إلى هذا الأصل، ثم لما انتقل إلى المدينة تابع دعوته إلى عبادة الله وحده، وجاء من الأعمال والشرائع ما يكمل هذا الأصل، كل شرائع الإسلام في الصلاة والزكاة والحج والعدل في معاملة الخلق كلها مكملة لهذا الأصل وهو عبادة الله وحده جل في علاه. لكن لم يتوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن دعوة الخلق إلى التوحيد حتى في آخر أيامه، فقد قال قبل موته بخمس ليال قال صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للعبادة والطاعة، لأن أول فتنة أخرجت الناس عن التوحيد وصرفتهم عن عبادة الله عز وجل هو فتنة القبور والتعلق بالمقبورين ودعاء الخلق من دون رب العالمين. فلذلك كان تحذيره بينا وجليا في خطورة تعلق القلب بغير الله عز وجل وتعلق القلب بالقبور التي تصرف الناس عن علام الغيوب جل في علاه، عن الله رب الأرض والسماوات. هذا هو أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يشتغل به، قال: فإنهم أطاعوك، أي أجابوك إلى هذه الكلمة فقالوها بألسنتهم، وهذا الذي يمكن أن يحكم عليه الإنسان، لأن القلب لا سبيل إلى معرفة ما فيه، لكن هذا القول باللسان لا يمكن أن ينفع إذا كان معزولا عن القلب، بمعنى إذا قال بلسانه لا إله إلا الله وقلبه متعلق بسوى الله عز وجل، لم يقر بأنه لا يستحق العبادة غير الله، فإنه لا يستحق العبادة غير الله عز وجل، فإنه لا ينفعه هذا القول. ولذلك تعليق الإسلام بالقول لأن الأحكام في الدنيا جارية على ما ظهر، وأما القلوب فإنه لا علم فيها للخلق، بل هي من خصائص علام الغيوب جل في علاه. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولا رديئا، قال: اعدل يا محمد، وهو رأس الخوارج، اعدل يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال: هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. ثم انصرف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال: دعه لعله أن يكون من المصلين. فقال خالد للنبي صلى الله عليه وسلم: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يعني أنه لم يؤمن قلبه وإنما أظهر الإسلام وقلبه خال منه، كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم، يعني هذا أمر خفي ما يتعلق به حكم من أحكام الدنيا، لأن أحكام الدنيا جارية على الظواهر. ولهذا يكفي في تحقيق في الاستجابة لهذه الدعوة أن يقر بأنه لا إله إلا الله بلسانه، ولكن شواهد هذا وصدق هذه الدعوة قائمة في الآفاق وفي الأنفس، كما قال الله تعالى: سنريهم
آياتنا، أي الدالة على صدق ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده وعدم الالتفات إلى ما سواه وصدق ما جاءوا به من هدايات وأحكام، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، حتى الذي لا يشاهد الآفاق في نفسه ما يقيم ما يدل على الحق ويعرف به، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، وهي الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة في كل يوم وليلة، وهي الصلوات المكتوبات. فإنهم أطاعوك لذلك، أي أقروا بوجوب هذه الصلوات وعملوا بها، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي زكاة، وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة عند كثير من الناس تنصرف إلى ما يدفع ويصرف من المال تطوعا، لكن القرآن والسنة أطلق وسمي الزكاة الواجبة صدقة، كما هو في هذا الحديث وفي الآية الكريمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وفي قول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا ذكر لأهم مصارف الزكاة، وليس حصراً للزكاة في هذا المصرف، إنما بيان لمصرف من مصارف الزكاة وهو الفقراء. ولذلك في آية الصدقات ومصارفها بيّن الله عز وجل في أول ما بيّن من المستحقين الفقراء، قال: إنما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين، ثم ذكر بقية الأصناف 8. فقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم بيان لأهم أوجه مصارف الزكاة، ولأجل ألا يتوهم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أصحابه ليجبوا الأموال ويأخذوها من الناس، إنما هي تؤخذ من الفقراء وترد إلى فقرائهم. فالضمير هنا في أحد قولي العلماء عائد إلى أهل البلد، أنه يؤخذ من أهل اليمن صدقة الأغنياء فترد على فقراء أهل اليمن، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي التوجيه الثاني أن الضمير يعود إلى أهل الإسلام، تؤخذ من أغنياء أهل الإسلام فترد في فقراء أهل الإسلام، سواء كانوا في البلد أو في غير البلد، لكن أهل الفقراء في البلد مقدمون بالاتفاق على الفقراء البعيدين عن بلد المال. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي أجابوك لهذه، نبهه إلى ضرورة العناية بأخذ هذه الزكاة على نحو لا يظلم فيها أرباب الأموال، فإياك وكرائم أموالهم، إياك يحذر كرائم أموالهم الكريمة من مالهم. والكرائم جمع كريم، وهي الأموال التي تعد من النفيس من الأموال، العالي في المرتبة من الأموال. إياك وكرائم أموالهم يعني أطايب ونفيس أموالهم، لأن أخذ ذلك فيه إجحاف على أصحاب الأموال، وإنما يجب فيما يخرج من الزكاة أن يؤخذ الوسط، فلا يؤخذ الأعلى لقوله فإياك وكرائم أموالهم، ولا يؤخذ الأدنى والردي لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فنهى الله عز وجل أهل الإيمان أن يقصدوا الخبيث، أهل الأموال أن يقصدوا الخبيث في الصدقة، فلا يؤخذ الأعلى ولا يؤخذ الأدنى، إنما يؤخذ الوسط. وفي هذا عدل وإنصاف لأهل الأموال وللمنتفعين ممن تصرف إليهم الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإياك وكرائم أموالهم، ثم ذكره بضرورة العناية بتوقي الظلم على وجه العموم في كل المعاملات، لأنه بعثه داعيا وقاضيا وأميرا. قال: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، هذا معنى اتق دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم ما
يقيك هذه الدعوة. فإذا دعا عليك رجل وهو غير مظلوم فإنه لا يجاب فيك ولو دعا ما دعا، لكن إذا كنت ظالما له فاحذر، فإن دعوة المظلوم عند الله بمنزلة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. الحديث الآخر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة بعث معاذ، في قصة بعث علي رضي الله تعالى عنه في خيبر. خيبر مدينة في شمال المدينة النبوية، أجلى النبي صلى الله عليه وسلم إليها اليهود، فلما وقع منهم الفساد والشر بعد الإجلاء إلى خيبر خرج إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقاتلهم مع جماعة من أصحابه كانوا قد تحصنوا في خيبر وامتنعوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان حصنا منيعا، فبقوا أياما على هذه الحال، لم يتمكنوا من الدخول إلى خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليلة من الليالي: لأعطين الراية، الراية هي العلم الذي يحمله المقاتل للتقدم وتمييز الجيش عن جيش العدو، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأثبت له فضيلتين: فضيلة تتعلق به وهو محبته لله ورسوله، وفضيلة ثمرة لتلك وهو أن الله ورسوله يحبانه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا ما ميزه الله تعالى به من هذه المنزلة وهذه المكانة. قال: يفتح الله على يديه، أي يفتح الله هذا الحصن المنيع، هذا الحصن الذي امتنع به اليهود عنا، يفتح الله على يديه، أي بما يكون من قتاله وجهاده. فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي نام الناس، ما أمضى الناس تلك الليلة يتكلمون من الذي سيعطاها، من الذي سيعطاها. ليش؟ لأن فيه شهادة نبوية لحامل هذه الراية، لمن يعطى هذه الراية، بأنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله. كلهم يتمنى هذا، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما تمنيت الإمارة في يوم إلا ذلك اليوم، لا لأجل الإمارة والتقدم، إنما لأجل الفوز بهذه الشهادة النبوية أنه يحب الله ورسوله وأن الله يحبه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. بات الناس يدوكون ليلتهم، أيهم يعطاها؟ يعني من تتوقعون سينال هذه الفضيلة؟ قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يطمع أن يعطاها، يتمنى ويطمع أن يكون صاحب هذا الفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ علي رضي الله تعالى عنه لم يكن قد حضر هذه الوقعة من أولها بسبب رمد أصاب عينيه، أذى أصاب عينيه، فتأخر رضي الله تعالى عنه بسبب هذا الذي أصاب عينيه، لكنه خرج على رغم ما أصاب عينيه رضي الله تعالى عنه من رمد يحول دون التقدم والقتال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، يعني فيه ما يمنعه من أن يكون هو المرشح لهذه المنقبة، وبيان لسبب تخلفه رضي الله تعالى عنه عن المجيء في هذه الصباحية التي سيبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يعطى الراية. فأتي به، أتي به لأنه لم يكن يستطيع المجيء بنفسه لما أصابه في عينيه من الأذى. فأتي به فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه، تفل في عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا له فجمع له صلى الله عليه وسلم بركتين: بركة بصاقه وبركة
دعائه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبارك في ذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يطلب منه البركة في ما يكون من عرقه، وفيما يكون من بصاقه، وفيما يكون من شعره صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في حجة الوداع لما حلق صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طلحة نصف ما حلق وأمره بأن يوزع الباقي على الناس، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم مبارك، وكان ثمة شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة في جلجل يشبه أن تكون مكحلة صغيرة وضعت فيها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستشفى بها. لكن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها شيء اليوم بالمطلق، لا يعلم بقاء شيء من آثاره صلى الله عليه وسلم بالمطلق، وكل ما يقال إنها آثاره صلى الله عليه وسلم لا يعلم صحة ذلك لانقطاع الخبر وامتداد الزمن وبعد العهد، فبقاء شيء من هذا في الناس من أبعد ما يكون. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: يا لهف نفسي على شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وين تحصل هذه؟ فكل ما يقال إن هذا شعر النبي وهذا درعه وهذا سيفه، كل ذلك مما لا دليل على ثبوته ولا غلبة ظن في أنه له صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينقطع طلب البركة من الأشياء الموجودة مما يقال إنها آثاره، لأنه لا يعلم أنها له صلوات الله وسلامه عليه أو لا، والأصل أنها ليست له حتى يثبت ذلك بيقين. المقصود بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي رضي الله تعالى عنه ودعا له فبرئ، أي عاد سليما معافا مما كان قد أصابه، كأن لم يكن به وجع، يعني من ساعته أبرأه الله عز وجل وسلمه من أن مما كان يشتكي في عينيه، فأعطاه الراية، أعطاه الراية أي سلمه العلم الذي قال فيه: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال بعد ذلك: فقال انفذ على رسلك، أي امضي إلى هؤلاء الذين تحصنوا في هذا الحصن على رسلك، أي على مهل، ثم حتى تنزل بساحتهم، أي حتى تنزل في فنائهم وفي مكان يسمعونك فيه، ثم ادعهم إلى الإسلام، أي ثم ادعهم إلى أن يسلموا. هذه أول المطالب التي يخاطب بها غير المسلمين في حال المقاتلة، أنهم يدعون إلى الإسلام، لبيان أن سبب المقاتلة وسبب ما كان بين أهل الإسلام وأهل الكفر من قتال هو بسبب الإسلام، فإن آمنوا لم يكن ثمة ما يوجب القتال. ثم ادعهم إلى الإسلام، طبعا لأنه مفتاح الصلاح والهداية، وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي من الحقوق إذا أسلموا ما الذي يلزمهم من الصلاة والزكاة والصوم على نحو ما تقدم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. هذا حث وترغيب في الاجتهاد في الدعوة إلى الإسلام، وبيان منزلة ذلك، وأن المقصود الأكبر والذي ينبغي أن يكون حاضرا في نفس المجاهدين في سبيل الله والداعين إلى دين الله أن يهدوا الخلق وأن يخرجوهم من الظلمات إلى النور. فوالذي نفسي فوالله، هذا قسم نبوي، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، بأن يخرجه من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإسلام، وهذا أعظم مراتب الهداية، خير لك من حمر النعم، أي خير لك من أنفس الأموال التي يمتلكها الناس. فحمر النعم هي نوع من الإبل على هذا النحو من البهاء والجمال، كانت العرب تعدها من أنفس أموالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الله تعالى رجلا من الكفر إلى الإسلام بسبب دعوتك
وما تقوم به من الهداية خير لك من أن تملك ما تملك من حمر النعم. فكل نعيم يدرك الإنسان بالطاعة أعظم مما يدركه من متاع الدنيا. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر وهما الراتبة ليست الفريضة. تنبه، الراتبة التي تصليها بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر يقول خير من الدنيا وما فيها، هما ركعتان خير من الدنيا وما فيها. كل عمل يتتقرب به إلى الله تعالى، كل طاعة هي أعظم من أمثالها من متع الدنيا، بل أعظم من أضعافها كما جاء في حديث ركعتي الفجر. وفي هذا الحديث قال خير لك من حمر النعم. فالفائز ليس من كثر عنده عرض الدنيا، الفائز هو من كان عنده من طاعة الله والقيام بحقه واشتغال بما يقرب إليه أكثر من غيره. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. الشاهد فيه هو قوله صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا هو الشاهد، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وليعلم أن فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه لم ترأ فيه، ولكن تفضيله لا يعني أنه أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأفضل الصحابة بالاتفاق أبو بكر ثم عمر، وهذا لا خلاف فيه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. ثم بعد ذلك في المنزلة والفضل اتفق علماء الأمة على أن الأفضل بعد أبي بكر وعمر عثمان ثم علي. ففضل الصحابة في المنزلة على نحو ترتيبهم في الخلافة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. والمفاضلة ثبوت الفضل لأحدهم لا يعني تنقص غيره، لكن هو بيان السابقين، فكلهم سابق رضي الله تعالى عنهم، ولكنهم يختلفون في درجات السبق، يختلفون في منازل السبق. ولهذا إثبات فضيلة أحد من الصحابة لا تستلزم تنقص غيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب من مسائل وحديث. نقتصر على هذا ونجيب على ما يسر الله من أسئلة، ونحن إن شاء الله تعالى في هذا المجلس من اليوم إلى يوم الخميس كل يوم بعد الفجر نقرأ شيئا من الأحاديث والآيات. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبعد المغرب من أحب الحضور ففي المطاف على يد اليمين من النازل من درجة باب الملك فهد في اليمين، أيضا لنا مجلس في شرح بلوغ المرام. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، أن يرزقنا البر والتقوى، وأن يصرف عنا السوء والفحشة، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء وشر، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يرفع البأساء والضراء عن أهل الإسلام في كل مكان. ومن أراد بهم سوءا نسأل الله أن يرد كيده في نحره، وأن يكفي المسلمين شره، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوفقنا وولاتنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يسددهم في القول والعمل.